كان عن فنان لا مش عن فنان ليفال اللي قبل اللي فات كان ايه؟ عطيت للايفال اللي قبل للكل لا ما خدتش انا هلا بشوف بتذكر بونجور كيفنا اليوم؟ سبع؟ لبقت لي بنات؟ ايه مبين هيك شو؟ مهذب العائلة مبين بالبنات طب هيك خلص زعوري ماشي زعوري ارجع هيك مبين مسقف مسقف بس فيه لطشة فيه رح اصلح شوي على سريع اخر ايفال يعني صرنا بمرحله دقيقه جدا وبمرحله يا هايدي انا ما حبيت ايفالك ابدا الحفله لازم تعرفوا شغلي وشغلي كثير اساسيه هايدي يلي عم بخلصك يلي عم بخلصك من النوميناسيون هو البرايم اوقات يعني يعني اذا ما حدا انه اذا ما كنت توب بالبرايم اوكي فانه كنت كثير منيحه بالبرايم ف بس اذا عرجت نكزه بالبرايم لو عرجت نكزه بالبرايم مع هذا الايفال كنت مثل قبل بمره نوميني عرفتي يعني طب يعني ايه كلكم رح اقول لك شو هيدي يا ريت تقدري تشوفي حالك بهذا الايفال تعبتيني نفسي تعبتيني عندك نفس. مشكله نفس وعندك مشكلة إنه يعني أنا لما أنت خبرتينا قصة استاذك قلت أنا لو ما سمعتك بالبرايم عم بتغني لفيروز للست فيروز طبعا كنت أنا صدقت الاستاذ يعني قد ما تعبت أنا وعم بسمعك هلأ أكيد كل غنية نوع ونقيت غنية كتير صعبة إيقاعية كتير إيقاعها سريع يعني هون إذا بدك أهمية الست فيروز إنه لما بتسمعيها بتفكر إنه كتير قد ما بتغني وبتحس إنه سلاسة ولكن هن عن جد عن جد من أصعب الأغاني عرفتي فبالتالي مثلا هيدي الأغنية كان لازم تفكري إنه ما تنقي أغنية هالقد صعبة وهالقد إيقاعة سريع إيقاعية قوي بعدين مشكلة النفس ما بعرف يعني بالتمثيل نحن مناخد نفس ومنظهر الجملة يعني مناخد النفس ومنظهر الجملة على الكلام طيب نعطى باور انت يمكن ما عم تعرفي تاخدي نفس قبل ما تغني الجملة فبتغني بينقطع نفسك على الآخر وبترجع نسمعه ترجع يعني جربي بيبقى النفس مسموع ايه ما النفس كتير مسموع يعني أنا الكلمة الوحيدة اللي كتبتها تعبتيني هلأ شغلة تانية مهمة أنت وقعت فيها ومروان وقع فيها بالإيفال إنه نقيتوا مهرجان بعلب نقيتوا شيء يعني نقيتوا مكان نقيتوا وطلعتوا عم بتغنوا كأنكم عم بتغنوا بأوضة عرفتي يعني واحد دجا إذا وقف يعني إذا إن شاء الله يوما ما بتوقفي على مسرح مثل كارتاج أو مثل بعلبك يعني أصلا بس توقفي بينقطع نفسك يعني الهيبة بتاعت المسرح يعني الكادر المكان يعني ما فيني اهمس همس ما فيني اقول انا بمهرجان بعلبك واحكي مثل ما عم تحكينا نحن كانه قاعد يعني انه حسيتك ايه عم تقدمي ايفال فالمكان والزمان يلي انتم بتقرروه يعني انتم بتختاروه كمان مروان فات انه بوسات وعم بجرب يكون كوميك انه مهرجان هيدا انه يمكن نحن فهمنا الإيفال غلط ما بعرف هلا لانه انتقدنا على الاشياء اللي عملناها الاوفر يعني بس نحن كان انه ايه شو كان اللي انه ما نخبر موقف ظريف كان صار معنا اول او طريف او اول قبل ما نبلش او نفوت بطريقه انه يا نضحك يا او نجذب العالم يعني بموقف حلو صار او بده يصير فمشان هيك انا فتت بهذا الشيء انا وحنان سوري ما كان اوكي هيدا اون بلس بس هو مبدئيا في كونسير في موضوع لإله والموضوع انتم بتختاروه من يمكن شيء صار معكم مش صح مش مهم شو عم بتخبري برجع بقول يمكن هي ذاتها الخبريه بس مهم كيف عم بتخبريها ولمين عم بتخبريها وبأي مكان عم بتخبريها أوكي؟ أوكي يعني رح أعطيكي مثل أنت رح صلح لك أنت شو عملتي لما كنت صغيرة
كنت انا باستاذ الغنى الشرقي لما نغني فيروز يقول لي غني شو ما بتريدي الا لست فيروز. هيك اذا انا ببعلبك واقفه رح خبركم خبريه. لا هيدي انا اليوم مش مصدقه اني واقفه عم يعني في كنت صغيره يعني في جمهور قدامي في جمهور كبير. في كل شيء بده يكبر مثل المكان يعني انت نقيتيه مش بهال يعني فهمت شو قصدي مش عم بحضر. بالنسبه لرافائيل وحنان انا قلت لك رافائيل انا لقيت الفكره حلوه انه عيد الحب ومنقيينكم ككوبل تجوا بس في فرق كتير صغير انه انتم بدكم تضحكونا وهون وقعتوا بالاوفر. لو احترمتوا للاخر فكره الكونسير هو مش مفروض تتخانقوا قدام العالم يعني انت فتت مرحبا عم طلع جاي حنان كذا فاتت حنان ما بتطلع فيك او منرفزه منك مع الببليك غنيتوا ظهرتوا سمعنا صريخكم برا سمعنا الخناق برا يعني مش حلو الخناق انا راسي ما كان يعني في شيء يعني. اسمه vraisemblance بالفرنسي يعني شو ممكن نصدق يلي عملتوه invraisemblable يعني ولا ممكن نصدق اوكي هلا ممكن نصدق انه بالكوليس اتخنقتوا وقبرتوا بعضكم ومثل ما عملتوا هلا عم تخيل لو فاتت هيك وبينت انه مسمومه وبس انه عم تضحك للعالم ايه او مثلا فاتت مع المنشفه يعني هو دائما سي بور ريسبكتي لضلك نحترم العالم يعني دائما انتم لازم تعرفوا انتم بالبرايم جوا كيف بتكونوا كيف شوي صح عرفت جوا يمكن الكلا كذا يعني في شيء اسمه كوليس في شيء اسمه سيج هيدا مطبخ كيف مطبخ هيدا اعمل هيدا وين شو تصير وين الشوز كذا يلا معني مش شوي فوب بيطلع وما كانه في شيء ثاني كانه جوا انتم ضاهرين بهالرواق انا جاي محمم هفهف ارفس بتعرفوا كثير منيح انه مش هيك فهمتوا شو قصدي فبالتالي هيدا الـ كان الاوفر هو انه هالمحاوله انه تضحكونا مع انه الفكره يعني فكره لذيذه خاصه اذا معكم وايرلس وتخنقتوا يعني انه نسمع الميكرو مثلا الميكرو مفروع الميكرو كذا انه نسمع الخناق انا بكد كثير هي هي بتصير كثير بتعرف اي متى بتصير نحن بالمسرح يعني اجمالا اوقات تستعمل وايرلس تنسى انه مفتوح وشغله كثير مهمه انه ممنوع تحكي لانه اذا انت عم تحكي والوايرلس تبعك مفتوح هلا يعني لازم يكون الساوند انجينير يعرف انه انت بس تطل يعلي لك وبس انت تفوت بس اوقات بيكون عندك مثلا ثانيه ايه ثانيتين بتفوت وبترجع بتظهر بيكون ما لحق يعني حتى بنسمع حلوين شيء واحد طالع عم خلص فبس هيدا الشيء يعني احساس كان الكوبل حلو الاحساس الاغنيه حلوه هلا ما بفوت بتفاصيل الغناء اساتذه الغناء بيعرفوا احسن بس ولكن انه مثلا انت الحلو اللي عملته حسستني بالفرقه الموسيقيه حسستني انه في ناس في يعني في فرقه موسيقيه سلم عليها حي يعني هول التفاصيل يعني انت مثلا ما حسيت حتى انه مهرجان ما حسيت انه في فرقه ما حسيت انه في جمهور ما حسيت انه فهمت شو قصدي عدا انه بالغنى ما كان بالتالي انا نعمل اكزرسيس هو ما يعني نحن ما بنقرر اذا بيضحك او لا بس انه المنطق تبعه تركيبته مهضومه شو التركيبه في شخص بفوت حنان انت فاتي ممنوع تحكي ولا كلمه بالاكزرسيس كل شيء بتفكري او كل شيء انت عم بتفكري او كل شيء هو كونديسيوني يعني هو في حاجه في حدا عم بيتحكم هي هايدي يعني هايدي عم بتقول على صوت عالي شو عم تفكري هلا انتبهي فيك انت توحي لها
هيدا الشيء، وفيها هي تستبق الامور وتحطك بجو. اوكي انت فايتة على هذا المكان، هلا يمكن انت براسك شيء هي بتفهم لحالها، هي بدها هي هي بدها صوت عالي مثلا. يلا اوكي مثلا فوتي. أوكي. فوتي رح اعطيك اكزامبل. فوتي حطيها معك، حطيها على عيوني. يلا ها فوتي. يي يي عم بضحك بس مش عم بعرف ليه عم بضحك، ضلني اضحك بس نسيت شيء. يا الله شو ناسي. بس حنان ما فيك تضلك هيك عم تضحكي لما اذا انا بقول نسيت شيء. يا الله شو ناسي. ايه ايه صح يلا فهمتي شو قصدي؟ خلص يلا فهمت الكونسيبت. اوكي ايه يعني تينجح الاكزرسيس فوتي انت بهدف معين وشوفي اذا انت رح تقدري تفرضي هيدا الهدف عليها. إذا لا هي بدها تفرض عليك الفكر. أوكي؟ يلا حرام. إيه المكان ده؟ ياه. بيفكرني بأيام حلوة. بس مش قوي يعني. المكان ده بالذات. وحشني كل حاجة فيه. كنا دايما بنقف هنا. وحشني. يا الله. طب معقول يكلمني تاني؟ مش معقول صح؟ اصلا مش متخيله ان احنا بعدنا. كان دايما بنبقى قاعدين هنا بس لا انا عندي حق، هو اللي خسر، هو اللي قرر يبعد. مش مهم، انا برضو مبسوطه كده وهفضل مبسوطه. بس حنان كل شيء كنت عم فكر فيه كنت عم تقوله. ليك بدي اسالك سؤال. ما عرفنا يعني هلا ما عرفنا مين الشخص يلي بس انه حبيبها واضح يعني. اي بعرف بعرف حبيبها بس ما كان في ما كان في فصل يعني. انت بلشتي بالمكان وبال كثير حلو. يا الله هيدا المكان كنا نقعد فيه، كان لازم بس هيك تفصيل صغير. كان دايما يقعد حدي يمد لي ايده تامسكها زحيله انت. ايه يعني هيك شيء. اوكي يا الله المكان زي ما هو بالضبط. كان دايما يقعد هنا دايما. كنت بحب اجي معاه هنا لما كان بيعلمني. كان بيعلمني عليها. مش متخيله ان النهارده احنا مش سوا. معقول هو قدر يعمل كده؟ معقول هو قدر يبعد عني؟ أنا؟ طب إزاي قدر ينسى كل ده؟ إزاي قدر ينسى اللحظات الحلوة دي؟ أنا لسه حاسة بمسكة إيده في إيدي. كان كل حاجة ليا بجد.
مش قادرة أتخيل إن هو مش فاكر كل الكلام ده وفاكر بس الحاجات اللي مش كويسة. حتى دي هتعلمها لنفسي. عندها نسبة تعبير حنان بلا ما تعمل شيء بلا ما تفكر بوجهها خطيرة جدا. بس بدي أقول لك شغلة، هي عندها نسبة تعبير بوجهها وهيدي عندها نسبة تعبير بصوتها. هلا بدنا نشوف إذا بتشوفي مناظرنا أنا وضبت أنا عامل هيك. لا هلا كثير حلو الإكزرسيس كثير حلو. بتحبي هول المود الدبرسة وكذا بدك مود دبرسة هلا. لا أنت فيك تعمل شو ما بدك أنا اخترت. يلا بلشت تغار؟ لا بعرف انه بتحبني. عم بتغار هلا حنان؟ حنان لا ما بتغار. ما بتغار؟ لا نو باد يو تو ابدا ابدا ما بتغار حنان ابدا. يلا ليت ما بتعرفي انه ما بتغار؟ فيلا يلا خلص ما بكثير انا بتابع. يلا الو 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 حياتي بدك تصدقيني صدقيني ما بدك تصدقيني ما تصدقيني. أنا هلأ بالكافيه بالقهوة تحت بيتك. إيه؟ طلبت 2 قهوة. إيه؟ وصار لي إذا بقول لك سنتين مش قادر أنسيكي. عن جد؟ فبس حابب أحكي معك كلمتين هيك. قادرة تنزلي شوي؟ يلا أوكي. يلا هلأ هلأ نزلي يلا أوكي. أوكي. يلا باي حبيبي. قالت لي حبيبي. يعني بعد عندها شعور تجاهي. هيديكي حنان ثقيلة وغليظة بتضل تغار وبتضل هلكتني نتجوز 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 شوف ياي هاي رافائيل ما مصدق لك ما مصدق عن جد ما مصدق شو محلية ميرسي يعني سنتين ما شفتك كأنه مبارح ازيك يا رافائيل صدقي ما حتصدقي ايه سنتين جربت اظهر عليكي لك حتى جربت ارتبط مع وحدة تانية بس انت 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 كل الوقت بقلبي بقلبي بروحي بجسمي انا مش مصدقه بجد يعني رافائيل انا انت ايه ليكي ما بدك نرتبط انا مستعد ارتبط انا ما اقدرش انا مخطوبه ما اقدرش انا وياكي رسمي شو مخطوبه ما مخطوبه بس انا بنسافر لا 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 باخدك خطيفه انا باخدك خطيفه بسافر انا وياكي شو مخطوبه شو فرقانه انا يعني بفكر بس يعني صعب 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 مخطوبه اهلك حبينه هيدا ما كل عمرهم انا يتمنوا بحبوني لالي كانوا انا عارفه بس لا يعني ده غني يعني فاهم ما اقدرش غني غني يا ايه ايه هو اخد لي كل حاجه يعني فاهم ما اقدرش واخد لي كل حاجه ومش مخليني محتاج الحاجه اهو انا اللي بحبك بص شوف انا اللي بحبك بص شوف جاب لي ايه بص انت يعني انت انا مستعد اضحي لك بكره بشيلك بحطك لك بحملك بقلبي بكتافي بس انت ما عندكش حاجه يا رافائيل ما عندكش حاجه يا حبيبتي بيصير معي بيصير بيصير هلا عم غني صار انا عم بعمل حفلات عم بلش اربح مصاري لا ما في شهرين ثلاثه رح اول سي دي رح ينزل انت عملتي فيهم كل ده فوق بعض ما عم بسمع بقى انتوا ما بتحكوا فوق بعض عن جد احنا عم بتحكوا فوق بعض يلا من وين بجد انت عملتي كل ده امتى انا هلا عم بغني ما عم بس بعد شهرين في سي دي نازل على السوق لا مش صح لا 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 ماشي مش ملاحظه طب لا انت حبيبي انت حبيبي انت حبيبي خلاص خلاص يروح مش عايزه حاجه خلاص الله بص شوف شوف القهوه التليفون يلا بس شكرا انا فرحانه قوي حبيبي يا رفايل انا مبسوطه ايه ده هاخده انا ماشي يلا يلا عشان تعوضني لا لا انا مش عايزه مش عايزه مش يلا عايزه مش عايزه مش عايزه مش عايزه مش عايزه طب يلا نروح يلا يلا حبيبي
يلا 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 لا لا ماركة اوكي يلا يلا حياتي